وصل إلى خيمته. من أنت؟ وماذا تريد يا رجل؟ أنا عبد حبشي لسيد من أهل خيبر، وأريد مقابلة النبي. أنت من أهل خيبر وتريد مقابلة النبي؟ نعم. كيف تأتي لمقابلة النبي وتسوق أمامك كل هذه الأغنام؟ إنها أمانة لصاحبها سيدي من خيبر. أغنام سيدك تحول بينك وبين رسول الله. سمع رسول الله كلامهم فخرج عليهم واستمع من الحبشي بكل ود ولين: أنت النبي؟ فرد عليه رسول الله بالإيجاب: وإلى ما تدعو؟ قال رسول الله: أدعو إلى الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وألا تعبد إلا الله. فماذا يكون لي إن شهدت بذلك وآمنت بالله؟ قال الرسول الكريم: لك الجنة إن مت على ذلك، هي جزاؤك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. لكن يا نبي الله، إن هذه الغنم عندي أمانة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجها من معسكرنا واتركها بعيداً، وسيؤدي الله عنك الأمانة. ففعل الحبشي، وعادت الأغنام إلى صاحبها اليهودي، فعرف الرجل أن غلامه قد أسلم. وكان النبي الكريم قد أعطى الراية لعلي بن أبي طالب وأذن له بالقتال، فذهب معه الحبشي واستشهد في المعركة، وحمله المسلمون إلى معسكرهم. فقال النبي: لقد أكرم الله هذا العبد وساقه إلى خير، وقد كان الإسلام من نفسه حقا، وقد رأيت عند رأسه اثنتين من الحور العين. انظر، هناك من يتسلل من داخل القلعة، إنه يتجه إلينا، سأقوم بأسره. توقف يا رجل، من أنت؟ وماذا تريد؟ غزال يا سيدي، اسمي غزال، يهودي. هل جننت يا رجل؟ تخرج في جوف الليل متسللاً وأنتم محاصرون؟ ماذا لو أصابك سهم من سهامنا فقتلك؟ ما يهمني هو أن تؤمن أولادي وأهلي. خذه إلى رسول الله ينظر في شأنه. هيا. السلام عليك يا رسول الله. يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقترب من رسول الله يا رجل. ينهاه رسول الله عن الوقوف بينه وبين اليهودي، ويأمره بأن يرفق به وأن يعامله معاملة حسنة. جئت إليك يا أبا القاسم معرضا نفسي للقتل، طامعا في كرمك وجودك. يهدئ رسول الله من روعه ويطلب منه
الإفصاح عن طلبه. يا أبا القاسم، ليس لدي مطلب سوى أن تؤمني وأهلي. يقول له رسول الله: لك ما أردت. يا أبا القاسم، أنا أعلم أنك صادق أمين، ولك عندي أن أدلك على ما تستريح به وتخرج إلى أهل الحصن، فإن أهله قد هلكوا رعباً منك. يصغي له رسول الله: إنك لو أقمت شهراً تحاصرهم لم يبالوا، إن لهم تحت الأرض جداول من الماء يخرجون لها ليلاً يشربون ثم يعودون إلى حصنهم. أربعة عشر يوماً ولا بيع ولا شراء ولا زرع ولا حرث. يا قوم، لقد نفد الطعام والشراب. أغيثونا يا قوم، أغيثونا. يا قوم، يا قوم، جهز محمد المجانيق، سوف يسحقنا سحقا. تحركوا يا قوم، ماذا أنتم فاعلون؟ الرأي أن نستسلم لمحمد ونحقن الدماء. نعم الرأي، نعم الرأي، أجل نعم الرأي، أجل. وافق رسول الله على حقن الدماء، وقبل وساطة ابن أبي الحقيق وهو يهودي منه. هكذا كان حال المسلمين وقتها، نصر وفخر وثقة بالله ورسوله تصل لعنان السماء. وليس أدل على ذلك من قصة علي بن أبي طالب في غزوة خيبر. ماذا تفعل يا علي؟ يخبره علي بأنه يجهز للرحيل إلى رسول الله ليناصره في غزوة خيبر. لكنك مريض يا ولدي، عينك بها رمت، قد رخص لك الله عدم الخروج. يقول: إن كان هناك من يتأخر عن رسول الله فلن يكون عليه. ثم ركب جواده وانطلق كالبرق إلى رسول الله.